فسر لك وجاوبك على السؤال، وفسر لكل اعلام اخذ فيه بعض الاعلام كلاب. بن علي لما خرج في خطابه قال غلطوني وانا فهمتكم. كيف نخ ما اقدرش اكلم الشعب الليبي يقول له غلطوني، يعني ما غلطني حد، غلطت وحدي، وقول له ما انا فهمتكم، ما انا الحقيقه ما فهمتمش، الاعتراف بالحق فضيله، انا لا فهمت ولا غلطوني، يعني انا غلطت وحدي وما فهمتش، لا فهمت ولا اعتراف بالحق فضيله. هو في الحقيقه نربي نفسر من كل اعلامه للعرب والغرب. الرئيس التونسي المخلوع بن علي ولا المبارك ولا كل الرؤساء اللي خرجوا قبل ما يخرجوا جو للشعوب بتاعهم وعملوا معاهم خطاب بعشر دقائق بعدين خرجوهم، يعني ظاهر القاعدة بتقول انه كل خطاب بعشر دقائق بعده انخلاع رئيس. قالك معمر قذافي تقول نعمل خطاب بعشرين ثانية، بعد اسبوع نخرج نعمل خطاب ثاني بخمسة وعشرين ثانية، بعد اسبوع اخر نخرج نعمل خطاب بثلاثين ثانية، يعني كل اسبوع نقعد زيد خمس ثواني لين نخلط العشر دقائق، يعني هكا عملنا حساباتنا وقمنا بالتحريات والحسابات، عملية حسابية هي، لما تعمل خطاب بعشرين ثانية وتزيد كل مرة خمس ثواني لجال تخلط العشر دقائق، هذا عندك تسع سنوات حكم يعني اضافية، ما شاء الله، يعني تسع سنوات اخرى هذا اللي نبيه انا. ونبي كذلك نوصل كلمة لبعض وسائل الاعلام الكلاب، يقول لهم يعني خطاب ناجح، خطاب بعشرين ثانية كان ناجح 100%، والملتقانا بحول الله في الخطاب المقبل الأسبوع القادم بقي فيه 25 ثانية لكن بدون مطرية، راح أعمله في البحر يعني في السفينة في البحر، والحير يعني مونتاج باش يكون حلو، والمخرج يعني عندنا مخرجين من 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 من, من, من كل أماكن مخلطين، يعني بحول الله يكون ناجح. ابعد يا حوزي يا ذلبة، هلبة روحك، عندكم ياسر ذباب في 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 في, في الخيمه، شيء كبير. لا لا ما غير ما تعطيني، لا مش اشكال، لو كلم اصدقائي يبعثوا طائره يقتلوا بها الذبابه هذه، مش اشكال. هو في الحقيقه انا نبي نفسر لك معلومه ليه، كل وسائل الاعلام في بعض وسائل الاعلام الكلاب. نحن 2011 سنه الاحتراف، يعني كل البلدان بتحترف، في تونس انتم عندكم محترفين هلبه شعر الراس ما يبوا المحترفين في تونس كثير، يعني كيف حلال عليكم حرام علينا، انتم تجيبوا محترفين من افريقيا من نيجيريا من النيجر من انغولا من الكاميرون وتجي لليبيا تقول لي ما تجيبش افارقه مرتزقه، يعني جبت افارقه يمارسوا في الرياضه رياضتهم الاولى للاسف كانت القتل، يعني مش بن علي لما خرج في خطابه قال غلطوني وانا فهمتكم. كيف نخ ما اقدرش اكلم الشعب الليبي يقول له غلطوني، يعني ما غلطني حد، غلطت وحدي، وقول لهم انا فهمتكم، انا الحقيقه ما فهمتمش، الاعتراف بالحق فضيله، انا لا فهمت ولا غلطوني، يعني انا غلطت وحدي وما فهمتش، لا فهمت ولا الشعب الليبي يقول له غلطوني، يعني ما غلطني حد، غلطت وحدي، وقول لهم انا فهمتكم، انا الحقيقه ما فهمتمش، الاعتراف بالحق فضيله، انا لا فهمت ولا غلطوني، يعني انا غلطت وحدي وما فهمتش، لا فهمت ولا الاعتراف بالحق فضيله.